السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. معكم أخوكم مصطفى. إزيكم؟ وحشوني. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهاردة إزاي نعمل كلفة للحمام، كلفة اقتصادية، حاجة نظيفة. أهم حاجة عندنا تكون إن هي حاجة نظيفة، نشتري مكوناتها بإيدينا ونعملها في البيت. يعني يفضل إنك تعملها في البيت علشان تختار الحبوب النظيفة. طيب علشان ما نضيعش وقت الفيديو هنخش على طول على المكونات. هنفتح كده المكونات بتاعتنا واحدة واحدة. ده الذرة الأصفر، ده الذرة الأصفر كلنا عارفينه، ده الذرة مجروش جرش خشن مش الناعم زي ما حضراتكم شايفين. ويفضل الأحسن من ده إن أنت تجيبه الحبة السليمة، بس تكون الحبة الصغيرة اللي هي في حجم ذرة الفشار. دول الكمية دي ب15 جنيه، الكيلو ب5 جنيه ونص، يعني زيادة عن 2 كيلو ونص بشوية. احنا هنقول مكوناتها كده مع بعض. يبقى اللي هم دول اللي هم ب15 جنيه ذرة اصفر، زي ما قلنا لو لقيت الحبة السليمة الرفيعة يفضل، لكن انا ملقيتهاش النهاردة، فانا جبت لما لقيتش بجيب الحبة المجروشة جرش خشن دي. طيب معانا كمان القمح او الغلة زي ما بنقول عليها في مصر، برضو ب15 جنيه. احنا هنعمل النهاردة الكلفة دي ب100 جنيه. طبعا دي حتة كيس غلة محترمة نظيفة جدا، اهو زي ما حضراتكم شايفين محترمة جدا ونظيفة جدا، تمام، مفيش فيها لسوسة ولا تراب ولا حاجة. ليه انا بقول لك تعملها في البيت؟ علشان انت تقلبها في اناء نظيف زي كده. شايفين الاناء اللي انا بقلب فيه ده مغسول ومش حاطط في المية، يعني استنيت بغسلت واستنيت لما جف الاناء، شايفين اللمعة ناشف وتمام التمام. طيب يبقى هنا 2 كيلو ونص كمان قمح، عد معايا ب15 جنيه، الكيلو ب6 جنيه. ده الكيلو منه الذرة الأصفر، الكيلو منه ب5.5 حاليا، هو السعر بيقل وبيزيد لكن هو دلوقتي ب5.5، سواء ده أو الحبة السليمة، تمام. 2 كيلو فول حمام، أهو فول الحمام. إخواننا اللي في الدول العربية اللي دايما بيقولوا ما عندهمش فول الحمام، بيقولوا هو فول الصويا، لا هو مش فول الصويا، ده فول التدميس يا جماعة. هتلاقيها عندكم في علب معلبات فول مصري بيتاكل، البني ادمين بتاكله يعني، او بيتعمل في مطاعم الفول والفلافل المصريين بيعملوه اخواننا بالنسبة اللي في الدول العربية اللي مش عارفين ايه الفول ده، تمام. يبقى الحبة الرفيعة اللي زي كده، لكن طبعا مش بنستخدم اللي هو بتاع اكل الطعام، الحبة الصغيرة اللي هي زي دي، تمام. اهي حبة فوق اسمه فول حمام. طيب في كمان بسلة معانا، البسلة كمان المكون الرابع. البسلة انا بجيب البسلة الخضرة اللي زي كده، طبعا هي جافة لكن اللي هي اللي لونها اخضر مش اللي لونها اصفر، ما بحبش اجيب اللي لونها اصفر دي، بحس ان هي عبارة عن شوية قشر كده، قشرها بيبقى كتير، لكن دي الحباية مليانة كده، تمام. الحبة الخضرة اللي زي كده ده الكيلو فيها ب10 جنيه، فانا جايب منها كيلو، يبقى كيلو بسلة، 2 فول، 2.5 ذرة اصفر، 2.5 غلة او القمح. طيب المكون الاساسي بقى اللي هو ذرة الحمام او الذرة العويجة اللي احنا بنقول عليه الذرة العويجة، المكون الاساسي الذرة العويجة اللي زي ده، بس طبعا الحباية البيضة، الحباية الخشنة مش الحبة الرفيعة. شوف حضرتك بسم الله ما شاء الله دراية محترمة، ويمكن تلاقي احسن من كده كمان. ده تمنها كيلو ب8 جنيه، فانا جايب 5 كيلو، يبقى 5 كيلو من الدرة ده، دورة الحمام او دورة العويجة ب40 جنيه، هنحسبهم مع بعض، ما كلهم 100 جنيه يا جماعة، تمام. يبقى 5 كيلو من ده، هنفضي كده المكونات، الغلة او القمح، القمح
بعدين الذرة الأصفر نفضيه، هزورنا عشان بصور لوحدي يعني. بقى كده دول على بعض كده 5 كيلو، و2 كيلو الفول اللي احنا قلنا عليه فول الحمام. في ناس بتحط طبعا في الكلفة الجاهزة مش هيبقى فيها الكمية دي من الفول او البسلة، هتبقى كمية قليلة، لكن انا بحب ازود في الفول والبسلة دي. الفول اكتر بالنسبة لي، بحب احس ان هو بيطلع زغليل بحجم كويس. تمام، يبقى دول 4 اصناف لسه اللي هو المكون الاساسي اللي هو ذرة الحمام. ده المكون الاساسي اللي هو 5 كيلو ذرة حمام. تمام، يبقى كده الكمية بتاعتنا نقولهم تاني، نحسبهم كده نشوف هما كام كيلو. 5 كيلو ذرة حمام او ذرة عوجة، 2 كيلو فول بقينا 7 كيلو بسلة يبقى بقينا 8، و2.5 ذرة اصفر، و2.5 ذرة غلة او قمح، بقينا في 13 كيلو. دول ب100 جنيه يا جماعة، لكن من انضف حاجة ما عدا هو الذرة ده اللي قلت لك لو لقيت الذرة السليمة هي احسن منه، لكن ما لقيتش المكسرة دي ما فيش فيها مشكلة، المهم ما تجيبش الناعمة. هنقلبها كده، طبعا انا بقول لك اهم شيء ما تقلبش على الارض، الناس بتدوس على الارض. قلبها كويس، هتشوف بقى فيها كمية الفول وكمية البسلة بشكل غير اللي انت بتشتريها جاهزة خالص. شوف الكمية، كمية الفول والبسلة، هتلاقي عندك زغليل بسم الله ما شاء الله. شوف بقى، فيه اللي هيقول لي انت ما حطيتش عدس ليه، في ناس بتحط قرطن وفي ناس بتحط اكل عصافير. انا غالبا ده اللي انا بعملها، ما بحطش العدس ده غير بظروفها يعني لما الاقي العدس نضيف، غالبا بيبقى العدس مش اللي هو. والقرطم لو لقيت حطيت على دي ربع كيلو قرطم مفيش مشكلة، حطيت اكل العصافير برضو مفيش مشكلة. الحمام بياكل كل الحبوب يا جماعة، لكن دي غالبا اللي انا بشتغل بيها. واهم شيء زي ما قلت لك فيها ان انت بتقلبها في مكان نظيف زي ما احنا عاملين كده. دي الكلفة اللي انا بعملها للحمام بتاعي. ممكن تغير تضيف تقلل على حسب البلد. الناس اللي ما بتلاقيش الفول او فول اللي هو فول الحمام ده او فول التدميس في بلادهم، اخواننا اللي في دول الخليج ما يعرفوهوش، او في الدول العربية كتير ما يعرفوش الفول ده، ممكن يشوف ايه البديل له في بلده يعمله. او هو الفول نوع من انواع البقوليات يا جماعة زي البسلة كده. تمام تمام، ارجو يكون عجبك الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.